خبز عاجل. سوري جايز بس كان قصدي خبر عاجل معليش، بس يعني يوم انا وصانوتي. المهم اليوم الساعة 9 أباكم كلكم تدخلون ما بالبيوت، راح نصور كلنا مع بعض، راح نصور فيديو باليوتيوب ان انتم تتحكمون فيني اليوم كامل، تسوون فيني اللي تبونه. وبس يعني هذول المتابعين اللي موجودين عندي الحين نلعب معاهم، ولا تنسون الساعة 6 ادخلوا معاي بروك هيفن. وانا الحين حافة 2، فاللي انا مش ضايفتنا يعني انا يعني بختار عشوائي، بختار اي احد بضيفه من الحسابات اللي راح تكتبوا لي اياه. وبس باي، احبكم.